2015، كمان من حلو ولكن حقيقة صورته سيئة جدا، فراح أقرأ لكم إياه. ريشاد جاجل، لاحظوا هاي هون في دورة 2015 في الملحق، حقيقة أسئلة الملحق أحيانا بيكون فيها هيك بتحرفوا عليها شوي. فالميسينج ويرد لاحظوا إجا من الدرس السادس، هو ريشاد جاجل رجال الصحراء، تمام؟ يعني قليل جدا لحتى يجيبوا الميسينج ويرد من النصوص، فهون كونه دورة ملحق فإجا لاحظوا من النص. لذلك دائما انا بقول للطلاب حاول انك تخلص من اول الدوره، ما انك تضطر تعيد، لانه احيانا في الاعاده في الدوره الثانيه بيكون هيك بعض الاشياء يعني ممكن تكون غير اعتياديه على الطالب. ريشاد جاجل غزال الرمال او فراغ اكستنكشن in danger of extinction، في خطر الانقراض. لاحظوا لي هالجملة هاي، عندي ريشاد جاجل فاعل، بعده عندي فراغ، بعده عندي in danger of extinction، في خطر الانقراض، ونقطة. أين الفعل؟ أين الفعل؟ لا يوجد فعل. إذا نحتاج إلى فعل هنا، وهن ما بيجيبوا لي أي فعل، ما بيجيبوا لي فعل يلعب ولا يمشي ولا يضحك ولا يأكل ولا، ما بيجيبوا غير أفعال الكون أو أفعال الملكين. إذا الخيار هو إيش؟ شاند جاجل إيش إن دينجر أوف إكستنكشن، هو في خطر الانقراض. مينلي بشكل رئيسي دو فراغ، بعد دو إيش بيجي؟ ماذا يأتينا بعد دو؟ نبهتكم عليها في النص الثاني إذا بتتذكرون في الكتاب الأبيض كتاب دو. إذا دو قلت لكم انتبهوا عليها، هاي ممكن تيجي كميسينج ويرد ككلمة مفقودة، لاحظوا جاية في دورة 2015. إذا mainly do to، وشرحت لكم اياها بقابلها شرحها، مين بذكرني بشرح due to؟ مرادف due to هو because of بسبب. اذا due to habitat loss، بسبب habitat loss، فقدان الموطن and hunting والصيد. however على كل حال there فراغ been some efforts، في عندي been بس ما في بعدها فعل مضاف له اي ان جي، اذا البين هو تصريف ثالث. اذا كان تصريف ثالث فهو بحاجه الى هاف او هاش او هاش، يعني تماما حاضر تام او ماضي تام. اذا هون عندي حاضر تام والفاعل جمع ذير، اذا هاف. ذير هاف بين، كان هنالك بعض الجهود تو سيف ذم، لانقاذها. فراغ some countries، هاي جملة، هاي جملة، راحت أول جملة، بعدها راح بلش بجملة جديدة. some countries، بعض البلدان، have begun، بدأت breeding them for release into the world، بتربيتها لإغراقها في البرية. إذا عندي جملتين فبحاجة إلى رابط، وهو and. إذا الرابط and، إذا رابط بين جملتين. And some countries have begun breeding them for release into the wild. بعض البلدان بدأت، حتى لاحظوا have begun، حاضر تام هون كمان. فالحل الصحيح هو have. ننتقل لدورة 2014، آخر دورة موجودة لدينا. One of فراغ purposes of the Eden project. One of فراغ purposes of the Eden project. أي أنه أحد الأهداف مشروع أيدن. إذا هون لاحظوا اسم، عندي في اسم وأيضا جمع، فهو يحتاج إلى أداة. طيب أداة النكرة، الأدوات النكرة أي وآن، ممكن أن تأتي مع الاسم الجمع؟ هل من الممكن أن تأتي مع اسم مضاف له اسم الجمع؟
لا أستاذ، لا أستاذ، بالتأكيد لا قد تجي، إذا لا تحتاج إلى أستاذ، أداة تعريف. إذا أداة التعريف ذا، one of the purposes of the Eden project، فراغ to show، فراغ to show. إذا وين الفعل؟ هذا كل هذا الكلام فاعل، كل هذا الكلام الفقر الأول كله فاعل، وين الفعل؟ is. إذا بالتأكيد إيه. ليش لا يا إيمان؟ ليش يا إيمان لا؟ طيب هو السبب؟ شو ليش لا؟ طيب أنا حذفت الإجابة، وإذا عندك إجابة تانية لا أغيرها. طيب مو بلشنا إحنا هون بفاعل جمع؟ الفاعل وين الجمع يا إيمان؟ أشري لي على الفاعل الجمع. قصدك على بيربوسيس؟ إيه؟ بس هون الفاعل ما هو، مو بيربوسيس، الفاعل هو ون. عم بيقول أحد أهداف مشروع آيدن، هو هون ما عم يحكي عن كل أهداف مشروع آيدن، عم بيحكي عن هدف واحد. تمام؟ إذا هو عم يحكي عن هدف واحد، إذا بالتأكيد هو مفرد. صحيح هذا كله فاعل، يعني البيربوسيس من ضمن الفاعل، فاعل مركب، ولكن هو يتكلم عن one purpose، عن هدف واحد من أهداف مشروع آيدن، وبالتالي الفاعل مفرد. is to show هو أن يظهر how dependent human beings، اعتماد البشر، are فراغ blanks. هون عندي حرف جر، حرف جر راح يكون بالتأكيد on blank. هون dependent راح نشوفه إن شاء الله في أول تمرين حروف جر راح يمر معنا في الأسبوع القادم، راح نبدأ إن شاء الله بالفوكابيلري والنصوص الوحدات المتبقية لدينا. فديبندنت دائما بيجي بعدها حرف الجر on، وبالتالي on هي تابعة للصفة dependent، أي أنه معتمد على. إذا dependent on، dependent on معتمد على. on plants على النباتات. فراغ to educate people، هلق هاي جملة تمام لعند بلانك جملة، راح نبدأ بعدين بجملة to educate people how. إذا كمان بدي هون رابط and to educate people، ولتثقيف أو تعليم الناس how to preserve our natural environment، كيفية الحفاظ على بيئتنا الطبيعية. لاحظوا معي أنه تقريبا ما في دورة تخلى من الرابط and. خلينا نقارن بين هاي الدورة واللي، لاحظوا معي أنه الأداة ذا عم تتكرر في معظم الأحيان، فعل الكون is لاحظوا مكرر في الدورتين، and مكررة في الدورتين. لو عملتوا مقارنة أنتوا بين الدورات، الشيء اللي راح تكتشفوا أنه حقيقة يعني الملاحظات اللي عقدتكم إياها تقريبا إن شاء الله ما راح يقع براتها أسئلة الميسينج ويرد، الكلمات المفقودة. أي سؤال إلى الآن؟ استاذ بس 16 بالدورة 2014. 16 بدورة 2014 ذا أو إيه؟ الإيز أي أنا حطيت دو. أنت إيش حطيتيها؟ دو آية دو؟ دو دو حسب ما قلت لنا أي حطيتي دو أنت، يعني ال 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 الفعل مساعد دو. إيه طيب يا آية، أنا قلت لك أن تستخدمي do في زمن الحاضر البسيط، طبعاً do وdoes وdid. في زمن الحاضر البسيط عندما في حالتي النفي والسؤال. طيب في حالة، في حالة النفي لازم تكون متبوعة بنط. في عندي نط هون شيء بعد الفراغ؟ ما في. لا. بالتالي ما بتزبط. طيب في عندي حالة سؤال هون؟ آية في عندي حالة سؤال شيء؟ في حالة السؤال بده يكون الفراغ في بداية الجملة، في حالة سؤال يعني بده يجي هون في الفراغ بدل 1. لا وبالتالي بالتأكيد ما بتزبط.
عرفتي ليش يا آية؟ إيه استنى.